الرسول كان قاعد مع الصحابة ودخلت عليه ناقة ونزلت عند ودنه وبدأت تشتكي، والرسول سمعها وبنى عليه الغضب وقال للصحابة: عارفين الناقة دي بتقول ايه؟ قالوا لا. قال لهم: دي بتشكو أصحابها، بتقول كنت بخدمهم طول عمري ولما سني كبر وعجزت عاوزين يبحوني، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأثناء ما الرسول بيتكلم لقى 10 رجالة جايين جري، أصحاب الناقة، وكل واحد داخل بسيفه. ولقيناها لقيناها. النبي قال لهم: حاسبوا، دي اشتكت منكم. قالوا: يا رسول الله، دي بتاعتنا ملكنا وعاوزين نبحها. قال لهم: كام ثمنها؟ قالوا له: ليه؟ قال لهم: كام ثمنها؟ وهو غضبان. فقالوا له: بكذا. فقال: اديهم يا بلال وخدوا فلوسكوا وامشوا. فخدوا الفلوس ومشوا، والرسول خد الناقة وخرج وقال لها: اذهبي كلي واشربي، فأنت حرة، أنت من إبل الصدقة، يعني محدش هيقرب لك أبدا. فالناقة بصت له وقالت: صدق من سماك الرؤوف الرحيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟